قدر الموسيقى أن تتمدد بالحضارات وما تموت من هون أهمية الربط بين هالأمرين للإضاءة على مساهمة الكنيسة المارونية السريانية الأنطاكية موسيقيا بالحضارة الإنسانية ومعرفة أهمية هالموسيقى بحياة الموارني ومحيطهم والحانها واوزانها وتراتيلا وأغانيا موضوع الحلقة هو من ضمن حلقات عن تاريخ الموارني. بسلسلة عن تواريخ الطوايف اللبنانية كلها رح يتناولوا رح نبقى هون بالتفصيل مع البروفيسور الأب إليك سرواني العلامة بالموسيقى والباحث والمفكر وواضع ميات الألحان الكنسية والأهم الأهم أنه القابض على خزانة الألحان السريانية بالموضوع اللي نال عنه شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون سنة 1989 وبيكفي انه مبتدع علم سميه ميزي ميدالوجيا بيجعل من الموسيقى علم متكامل بين التاليف والعزف والاعلام والمصطلحات والكتابه. بونك السرواني اهلا فيك بكنيسه مار يوحنا مرقص التابعه لانطوش جبال للرهبانيه اللبنانيه المارونيه. اهلا فيك بحضرتك وبالمشاهدين. تسلم. أه اسم هالكنيسة الكنيسة المارونية السريانية الانطاكية نعم. يعني هيك تغري راسك بروح انه ما في فصل او فرق بين ما هو سرياني وما هو ماروني من حيث الروحانية والعادات والتقاليد والطقوس اللي بتتبعها الكنيسة الموارني اول مرة انطبق اسم ماروني على جزء من السريان كانوا بس النساك اللي عاشوا مثل مرمرون نعم وبهيك الزمن آه هي القصة مبنت ما بين القرن الخامس والقرن السابع بقيوا حوالي الميتين سنة يسموا الموارنة فقط النساك يلي بيخدموا هالرعاية وهالكنيسة وهال السوريانية آه بسهل أفاميا آه الشعب بزمنه لما صاروا يسمون موارنة أول مدي في أدلة تشير ببعض المخطوطات على أنه الشعب كان رافض تسمية موارنا كان يضلوا سريان أنه نحن سريان أحد قديسينا موارنا اسمه مارون سمينا سموا هلا النساك لهم حق يتسموا موارنا لأنه اتبعوا نسك مرمرون. مرمرون أما الشعب من بعد ما رحلوا بالقرن السابع وإجوا وانحبسوا بجبل لبنان أكيد خلصوا نفسن. من الاجتياحات اللي بالسهول على اعتبار 200 سنة 100 سنة من بعد مجيء الإسلام كل سهول المنطقة وسواحل المنطقة احتلت من مع المد الإسلامي بقيت الجبال هربوا السوريان الموارنة هربوا على جبال لبنان وهون بدأت التسمية المارونية وقبلوا فيها <applause> آه يعني هالتماهي بين الـ بين اثنين مع اختلاف التسميات بالاول الواحد مثلا بيرفض يغير اسم عائلته مش نعم هيك؟ نعم. آه كيف هون بدي اختصر انا الموسيقى السريانيه المارونيه وهل من فوارق بيناتهم اذا في فوارق انت حضرتك اللي شاغل على 760 لحن السرياني اللي بتعتبرن خزانه الالحان خزانه البيت جاز وخزانه الالحان أنا كتبت سنة 83 ال 760 لحن اللي بصوت المثلث الرحمات البطريرك يعقوب الثالث رأس الكنيسة الأرثوذكسية السوريانية. الاختلاف يلي ممكن نظنه هو مثل بي بيكون عنده ولدين هالولدين رجعوا صار كل واحد منهم عنده عائلته البيين تربوا من الجد الواحد وتربوا على تربية واحدة ونشأوا على نشأة واحدة يعني مشرب واحد أبدا أما واحد. من بعد ما يصيروا عائلتين مختلفتين شيء طبيعي مع الزمن من جيل إلى جيل إلى جيل يصير عنده طابع مختلف كل واحد عن الثاني طابع ما, ما بيتعلق بالأساس تبع اللحن يه. ولا يعني هون العادات والتقاليد والمناخ او البيئه اللي الواحد بيعيش فيها ما بيضيف على رح ال... حدد انا بالنسبه الي شو صار في مميز عند الموارنه الموارنه لما عاشوا بجبل لبنان عاشوا حياه نسكيه على شبه الكهني والنساك اللي خدموهن يلي لاجلهم سموا موارنه هالحياه النسكيه اللي عاشوها بجبال لبنان جعلتهم يكتفوا من الالحان بما يخدم حياتهم الروحيه ولذلك الالحان الثمانيه لكل بيت شعر يلي عم نحكي عنهم 760 لحن البيت غازو اللي اساسهم ثمان الحان الاساس أه ثمان الحان كل الالحان السريانيه على مدى السنه منظومين بدوره كامله من ثمان الحان تدور على نفسها هي ايضا أه. مدة سنة كاملة من اليوم لسنة الجاية متل مبارح بيكونوا اكتملوا مع الأعياد وترتكز انطلاقاتها مبدئيا على عيد الكبير. تبدأ السنة التقصية بتحضير عيد الميلاد لكن يعود ويبدأ العد مع عيد الكبير. مع أسبوع الآلام ثم مع عيد الكبير. هلا الموارنة بما انه نعيشوا حياه نسكيه، حياه تقشف، مع الزمن سقطت عندن هذه الدوره من ثمانيه الحان بقي عندنا مثلا الصغيط وبقي لنا سبع الحان اللي هي نشيد من الاناشيد نعم يلي هي الطلبه مثل بعوث مر يعقوب وبعوث مر أفريم نحن معودين نقول الفريميات وبنسمي الفريميات من باب تسميه الكل باسم الجزء مر أفرام بنسميهن فريميات بس فريميات ويعقوبيات يعني على اسم مر يعقوب السروجي ومر اه مر اه مثلا نهديك السلام يعقوبيتو مم. يا صالحا أبدل الوجود اه افرومويتو افراميه اه هودي بقي منهم كمان شي سبعه ثمانيه بس الالحان الباقيه كلها بقي منها واحد وبقي منها شو حلوفه بعض الاوقات شو حلوف يعني تبديل. تغيير آه آه ما بقي الحان الثمانية فإذا ما يميز الموارنة هو زهدهم وتخليهم عن المادة الدنيوية تخليهم عن الحياة و.. وإسقاط للأسف للأسف إسقاط العديد من الألحان وبقي عندنا لكل بيت من أبيات مبدئيا لحن واحد أو لحنين مش أكثر بعض الأوقات في منهم لحن حزن لحن فرح <applause> لحن في حزن لزمن الحزن ولحن فرح, فرح لكل ازمان الاعياد آه هيدا الشيء بدل على انه آه آه الالحان المارونية قلت وتقلصت بعددها وبامتداداتها اما المزاحت عن المشرب اما المقامات يعني القول قد اللحن الاول اللي بيشبه البياتي مم. ما يزال هو الطاغي <applause> آه القولو تريونو اللي بيشبه نوع من البياتي لكن بينتهي على رابع درجة أعلى القولو تليتويو اللحن الثالث يلي بنسميه نحن سيجا حتى كلمة سيجا هي <applause> سي. سي سي يلي جاي من اللغة الفارسية حتى العرب يستعملون التعبير الفارسي هي سيجا الكاه تعني الصوت الصوت, الصوت. الصوت. هو الصوت الثالث سي كاه السيجا اختصرناها حتى العربي بيستعملوا الكلمه الفارسيه اما نحن السوريين نقول نقول تليتو اللحن الثالث البيزنطيين ايضا بيقولوا اللحن الاول والثاني والثالث الى الثامن الالحان يعني الجريغوري بالكنيسه اللاتينيه يعني فيها ثمان الحان كمان فيها ثمان الحان مم. ويقولون الاول الثاني الثالث الى اللحن الثامن هلا عبر الزمن اخذوا بعض التسميات في ناس من السريان بيسموا اللحن الاول يلي بيشبهه يلي البياتي بيشبهه لانه هو اقدم من لا. البياتي وما قبل البياتي بيسموا ابروهومويو اللحن الابراهيمي الى اخره في اجت القاب معينه لكن بمخطوطاتنا ودرست انا المخطوطات كثيره بمساعده البروفيسور العلامه الاستاذي بازيل عقوله درسنا كل المخطوطات السريانيه بالمكتبه ال... المكتبه ناسيونال دو باريس من القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر ما وجدنا هذه الالقاب وجدنا بس فقط التعداد الاول الثاني الثالث الثامن هيديك التسميات اجت فيما بعد نعم. نعم طيب نحن هلا بنسمع منك نموذج من هالالحان السريانيه القديمه اللي يمكن بعدها مشتركه او هي ذاتها مع المارونيه وبنرجع بنتابع عن اصول الموسيقى السريانية كوكويو على اللحن الثالث كولو تليتويو هرموش ريش مابو عودن بيوثو شمعون ريشو دشليحو فولوس أردخلو دو أكتبلان بيجارتو درومي دابدو خرونو داب خرونو بكينينيش توتف هونون دا هون هونون دا هو من خوله لبهون بصلتهون وابعوتهون رحمي يهون علينا هاليلو يسلطهن تعادران بروفيسور كسرواني سمعتنا هلا لحن الكوكويو شو يعني هذا اللحن كلمه كوكويو تعني الفخاري يعني مثل بيت الفخوري اليوم نعم الفخاري هو انسان مدني ربما يكون كمان رجل دين لكن عامل من هالشعب عامل من هالشعب هو مؤلف هذا اللحن وهذا دليل على انه الالحان السريانيه لم تبنى فقط كما يقال من على لسان مر افرام وعلى لسان مر يعقوب ومر بلايو بالتتابع يعني بنيت على يد جميع الشعب اهل الارض هني كانوا يبنوا وهالفخاري اللي قاعد على اله عم بتدور اللي العجينه التراب يلي بينداي، يلي عم يبني من هالشكل الف هاللحن اذا ملاحظوا مثل ما سمعتوا على دوره ايقاعيه بتشبه كتير الحركه اليدويه اللي هو عم بيقوم فيها اها وهن هاو كانوا بنائين بالكنيسه اللي مخترعين مساهمين الـ بالبناء المعنوي والفني واللحني وبالبناء المادي بعد ما سمعنا هذا النموذج اكيد ما بلشت الموسيقى مع باردايصان او مع بعدين مع الفريم ولا الالحان ولا الاوزان. حضرتك بالدراسه اللي عملها من اور ل لهلا وشغلك الحالي هو على الموسيقى السريانيه. شو منابع هذه الموسيقى السريانيه وشو اهميتها؟ نعم. اذا نظرنا الى طبقات الحضارات كيف تتالت على بعضها بنعرف انه المسيحي لما امن ولما رادوا يرتلوا ببداياتهم الانجيل بشكل اولي مين بيعرف تراتيل؟ مين بيعرف الحان؟ مين إجا يرتل؟ إجا يرتل اللي كان يرتل بالسيناغوج، يلي كان يرتل مع اليهود مثل مار بطرس ومثل مار يوحنا ومثل الكل، هو صاروا مسيحيين، كيف رتل أول مرة؟ يا ترى المسيح علّمهم الحان؟ م. رتلوا من موروث السيناغوج، وبترجع مثل ما حكيت من ساعة أنا انقسام الكنيستين بالأحرى مش انقسام بناء, عن بناء جماعتين نعم. عن بعض بدأ يبدأ بدأ بناء طابع مختلف كاركتير مختلف مثل نحن بدأنا المرتلين الأول للمسيحيين بدأوا يرتلوا مثل ما كان تلك اليهودي بالكنيسة إنما مع بناء الفكر ومع انقسام تلك الكنيسة عن البدايات الاولى صار عندها طابعها الخاص. ذكرت لي باردا ياسان. نعم بارد باردا ياسان آه هو آه مات سنه 222 والمرق فريم مات سنه 373 في بيناتهم اكثر من 150 سنه هو بركي سرواني باردا ياسان اتهم بالهرطقه ومنعت الحانه فتره ورجع بعدين مر افرام لبس عليها كلام اخر شو قصته كنت عم تقلي لي نعم. بده يستوقفك باردا ياسان يلي مر حوالي ال 150 سنه ما قبل مر افرام ترك وراه تراث موسيقي مهم جدا وعلى ما يبدو انه هالموسيقي هال كانت الحانه محبوبه جدا من الشعب ومعتمده ومعتنقه من الشعب اما نصوصه فكانت لا ت... كان عليها ما مآخذ لا ترد ما لا, لا ترضي الكنيسة مار إفرام بذكاه قال هيك هيك هالناس عم بيحبوها هالألحان وبيصلوها أخذ هالألحان اعتمدها وألف عليها اللاهوت المسيحي آه متل ما اليوم حبيت لحن أنت آه على دلعونة على دلعونة أضفت, علي. أضفت علي. لحن علي دلعونه علي دلعونه اضفت عليه اضفت عليه اللحن سرياني اللي على دلعونة أنا هل هل بدك تقوله <applause> كشفت لي سر اللي كنت أنا عم فكر أقوله اليوم اجوا بمناسبات عيد مرشربل الفوا على لحن على دلعونه كلام بخص مرشربل بس ناسيين هني انه هيدي على دلعونه والموشح والعتابه والميجنه والقرادي هني اصلا كانوا الحان سريانية رجعوا صاروا الحان شعبيه لبنانية ومنها انتقلوا رجعوا لاصولهم هلا لما بنرجع بنقول عليهم نحن كلام صلاه هاي بسموها باللغه الفرنسيه بارودي. بارودي لما بتاخد اللحن الموجود بتبدل عليه نصوصه وبتحط عليه نصوص جديده، ما فران عمل هالقضيه هاي اه مش بس صان ما في شك، استفاد من كل الالحان المالوفه اللي بيحبها الشعب على لسان بردايصان لكن الف الحان الى جانب طيب هون لما قلت المسيحيين الاول لما بلشوا يرتلوا عم تحكي بالسيناغوج هون تأثير السرياني ما قالوا كمان علاقة بتاريخ السريان أو بهالمنطقة الرها وما بين النهرين وقور وهاو يعني هل هل تراكم هيدا هو أضاف أشياء تانية غير اللي أتوا فيهم المرتلين الأول؟ كيف اليوم العلوم عم بتحدد إنه بقبق العين ما في إنسان بيشبه التاني؟ كيف قبل منها بصمة الإيد كانت هوية كل إنسان؟ نحنا المقام حس المقام مقام يعني اللحن اللحن, اللحن. السلم. السلم السلم اللي عنده فانكشن اللي عنده ادوار يعني السلم المرتكز على درجه اولى هي المهمه الاساس وثم درجات اخرى لها ادوار بالسلم لا. آه هيدي هويه الشعب ما حدا يفكر انه نحن بنجي بالكنيسه تنطول الصلاه بنغني ما حدا يفكر انه انا بغني لانه هيك عم بتسلى وعم بعمل له الشعب بحياتهم المدنية او بحياتهم الروحية او بحياتهم الادبية او حتى بحياته الشخصية المنعزلة يغني لانه الاغنية لانه اللحن هو هوية الانسان هو بالجان تبعه بالفيزيولوجيا مش بس أيه. بالروح او بالتوارث ايوه الانسان في في ناس انا تعرفت عليهم عندهم اوري ابسولو الاذن المطلقه مطلقة. الاذن المطلقه بيسمع اذا وقعت مفاتيحك على الارض وغنى العصفور وزمرت السياره بذات الوقت بيكتبوا النوتة كلهم المطلقة. مع بعضهم بتسمعوا المقام الشرقي اللي نحن عم نغني عليه يلي هو اللحن الاساسي الارامي اللي عليه امتدت الحضاره العربيه الحضاره العربيه امتدت على الارض الاراميه نعم هذا المقام هو هويتنا بيقدر يسمع وبيقدر يحدده بس له للأوروبي غني لي المقام ما بيقدر يغني ليش لأنه مش موجود بفيزيولوجيته نحنا مقامنا موجود بفيزيولوجيتنا مش بس بأذني هو بأذنه استوعبوا أدركوا أدركوا كتبوا بس يقول غني مش موجود بأوطاره مش عم هيك عم تقول اللحن هو الهوية اللحن هو الهوية مهم مهم المقام هو الهوية السلم هو الهوية هوية الإنسان نحن بعد ما خلصنا رح نتابع بعد الإعلان خصائص الموسيقى المارونية السريانية وما نبعها ودايما مع الأب البروفيسور إليك سرواني <applause> هولولو على اللحن الأول كولو كدمويو تشبوح ma Ooh. بيرك سرواني بترتيله اسمها هولولو اللي هي حسب ما شرحت لنا انه للافراح بس لاحظت فيها السرياني والبيزنطي ويمكن البعض يشوف فيها نوع من التجويد القراني كيف هيدا الموسيقى اللي هي سريانيه وسابقه هودي كلهم او متزامنه معهم كيف؟ نعم هذا أه اللحن هولولو لحن كان ضايع أول مرة أنا جمعته وعملته كونسير موسيقى بجامعة روح القدس بالكسليك سنة 1996 <applause> آه. آه كان حاضر الله يوجه له الخير آه سيدنا المطران صليبة جورج صليبة <تصفيق> <تصفيق> بس سمعه صار يبكي وطلع هناني وقال لي منين جبته كيف لقيته شو قصته هاللحن هذا لحن بدورتي أنا على كل الأرض السوريانية سمعت فيه وصرت كل واحد قل له شو بتعرف عنه يقلي منه شي جملة جملتين ويركبوه من هون ومن هون ومن كل الجهات تقدرت جمعته أنا فرغما أقسام أقسام جمعته لميته وبحسب ما نصه بيفترض علي النغمة بناءه يبدأ القسم الأول منه على اللحن الأول السورياني وبأسلوب سرياني تام مئة بالمئة القسم الثاني بيقلب بيعمل نوع انقلاب على مقام اخر هو اللحن الاول ايضا لكن على اربع درجات اوطى م. هيدي بقدر اعتبرها انا شي بسموه مودولاسيون يعني انتقال من مقام الى اخر وهذا الامر طارئ على الالحان التراثيه لانه بالتحديد الالحان التراثيه ما فيها تبديل مقام يعني هذا بتصور هون من وراء الثقافه او البيئه نعم. التانية الثانيه او تاثر او حقبه لاحقة, لاحقه صار يتطور فيها الالحان نعم وبيرجع بعدين بيختم مثل ما بلشنا بالاول على اللحن الاول السورياني نعم آه اين يقال؟ يقال من بعد ما نخلص العيد عيد الميلاد او و... عيد الكبير لما بنخلص كل شيء أه بنبلش نهني بعضنا ونبوس بعضنا ونحكي وننبسط بالكنيسه وفرحانين وعم نهني بالعيد والشماس عم بيصرخوا على طبقه عاليه هذا اللحن ببين فرحه نعم ببين جماله أكثر بكثير من الطبقة الواطية اللي أنا قلتها بصوتي لأنه أنا صوتي مش صوت تينور ولا باريتون صوتي باس وحتى دوبل باس يعني كل ماله فاذا ليبين جماله بده يقولوا سولو على الطبقات العاليه هيدا شفنا السرياني الاساسي حسينا في نفس بيزنطي نعم هيدا جاي من التاثير الالتقاء او كلمه بيزنطي ما فينا نظن ابدا ولا مره نحكي بيزنطي هيك بالمطلق في بيزنطي يوناني وفي بيزنطي عربي ما دون مضيق البوسفور البيزنطيه اللي ما دون البوسفور هي الكنيسه الارثوذكسيه اللي رتلت سورياني وحكت باللغه السريانيه ويقولها مؤرخ الكنيسه الارثوذكسيه نفسه اسد رستم م. يقول على يد البطريرك ابن الزعيم الذي امر بترجمه الكتب السريانيه للكنيسه الارثوذكسيه مقصود انا الكنيسه الارثوذكسيه يعني الملكيه يلي تحت البوسفور يلي هلا بنعتبرها عربيه وترجموا تراث من السورياني الى العربي وبعدين لحقوا الـ الـ الألحان اليونانيه يعني الالحان اليونانيه ما دخلت قبل الالحان العربيه على الالحان البيزنطيه أه. اما كل الالحان البيزنطيه السابقه كانت الحان سريانيه هون صار في تماهي تقريبا او المسطر متقالنا مشرب واحد و... وبيدخل على حسينة كمان بيشبه التجويد ببعض المحلات تجويد تجويد انتبه كلمه التجويد اسمح لي اعطي مرجع علمي قبل الكلام عن التجويد موضوع انتقال الالحان البيزنطيه يلي للعالم الشرقي بيزنطيه انطاكيا وليست بيزنطيه القسطنطينيه نعم بيزنطيه انطاكيا انتقال من السورياني الى العربي يجب مراجعه مؤلف اللي كتبه سيدنا المطران جوزيف عبسي مم. الذي هو خبير بهذا الموضوع آه آه هذا المرجع الأساسي برجع لكلمة التجويد ما معنى كلمة التجويد ومن أين تأتي التجويد؟ مم. نحن عندنا بالكنيسة السوريانية الجودو ما هو الجودو؟ الجودو هو الجوق, الجوق. والجوق آه آه مثل ما قلت بالقسم الأول من الحلقة أنه أول ما بدأوا السوريان يرتلوا المسيحيين رتلوا رتلوا كما ورثوا الترتيل إما من تراثات ضياعهم وعاداتهم ما قبل المسيحية أو من السيناغوغ اليهودي نعم آه والإسلام كيف بدأوا الترتيل آه نبي محمد كالمسيح لم يبشر بالموسيقى أه. وبالتالي بلال أول مرتل للقرآن الكريم بلال هو المسيحي الأول الذي اهتدى إلى الدين الإسلامي, الإسلامي, ورتل القرآن على نمط طريقة ترتيل الإنجيل وانتقل التعبير من الجوق الذي هو كان فيه الجود إلى الفرد إلى الفرد وصار الجود الجود تجويد م. أي الغناء الغناء يعني الترتيل بطبقة يعني, يعني بحرفية عالية مع يعني انتقال من الجماعة إلى الفرد وهي بعيدة بعيدة عما يظن اليوم أن التجويد يأتي من الجيد ومن الجودة جودة أي الغناء بجودة غنيت بجودة أو رتلت بجودة أو أديت القرآن بجودة اكيد هو المقصود الانتقال لانه انتقل على يد ذاك المسيحي الاصل بلال من الجودو الى الترتيب. قد ايش أه، أه، موسيقى الموسيقى السريانيه وبالتالي المارونيه اللي هي عنوان حلقتنا قد متاثره بالارض او قد متاثره بالمناخ وبالطرق العيش ويعني هالبساطه اللي فيها هيدي أه، مثل بساطه الفلاح او بساطه عايش بمحل ما عنده شيء من طرف الحياه. البساطة هي حالة الزهد ونمط العيش بزهد يلي عاشوا فيه هذا الشعب ما قبل المسيحية وعند وأيام المسيحية إلا إلا لما صاروا بعدين المدارس المسيحية الكبرى مثل المطرانيات ومثل المدن العظمى التي صارت عواصم مثل مدينة الرها، مدينة انطاكيا، مدينة الحضر، مدينة بترا ومدينة تدمر بالميرا، شو سميت انا؟ سميت عواصم الارامية. هودي العواصم الارامية المسيئة فيهم عمرت كثير. عندها لم تبقى زاهدة. اما ما تبقى فهي موسيقى كل المصلين. بكراهم وبش... و... والشعب عامه هي موسيقى زاهده لذلك مقاماتها والحانها زاهده وهناك طابع اخر يتاثر بنمط الحياه مباشره هو ايقاع اللحن إيه بتحس ايقاعات مكسره إيه؟ و... و... وال... والنوتات المستعمله قليله يعني نا. ما فيها الانترفالات سلم ضيق إيه؟ وسلم وس... محدود الدرجات لأنه, أو لانه يصور نمط حياه السورياني آآ آآ كيف كان يغني الناسك ماذا كان يعمل الناسك الناسك كان يصلي نهار كامل بمكان, بمكان معين منعزل عن العالم يشتغل شوي بالارض ويجتمع للصلاه مع الرهبان الباقيين والنساك الباقيين هذا كل نمط حياته حدث او حدثين وعاش عليهم كي يقضي عمره بالصلاه م. لذلك الحين وماماته بتلاقي مامات محدوده هيدا حافظ عليها السريان الى الزمن الحالي نعم. اما اذا رجعنا ما قبل او ابعد هيدي حكينا نحن هلا بسموها بالعمق ولكن اذا رحنا بار يعني بالامتداد الجغرافي الواسع كل موسيقات الشعوب القديمه كانت بسلالم محدوده نعم. موسيقات الشعوب اذا رحنا على القبائل الافريقيه اذا رحنا على القبائل باطراف شمال الكره الارضيه جنوب القرى الارضيه آه كلها مقامات من درجتين من ثلاث درجات او من اربع, أربع. درجات. كلها. ما آه يوصل يعني. بيوصل للخمسه. بيوصل للخمسه بتزيين. آه. تطريب او التزيين. بتزيين هيك لذلك لذلك آه انا عندي رؤيه مختلفه بتحديد ما هو الغماز بالسلم العربي، يعني ما هي ثاني درجه بالاهميه من بعد القرار. م. آه آه ابنيه على الموروث الاذني، ما تنسى موسيقات الشعوب. هي اساس نظريات الموسيقى العربيه اذا كنت انا بدي ادرس موسيقى مصر سلم بمصر لازم اعرف ماذا يغني المصري السلم في بلاد الشام ماذا يغني ابن بلاد الشام آه، ومنين بيجيب السلم هو هو قعد آه، جابه عن الفرابي اكيد لا وليش نظريات المسلم العربي بتاخد كلها نظريات عن الفرابي هون عندي نقطه التساؤل انا سلم الشعب من اذن الشعب من موروث الشعب أه. ها من هون لازم نحن نحلل ما هي ما هو بناء السلم الموسيقي يعني هون, هلأ صار يعني هون العلاقه بين الموسيقى والشعب والارض اللي عايش عليها فيما يتعلق بالموسيقى المارونية السريانية الشعب والارض لانه الـ 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 الارض اللي نحن عليها الشرق الاوسط ما بنعرفه الاكادية انجبت السريانية وانجبت اختها العربيه اكيد انجبت سوريانيه قبل بالتاريخ والعربيه لما إجا الامتداد العربي من الجزيره العربيه مع الفتح الاسلامي وجد كل الارض اللي ذكرتهم هلا انا ما شو ارض ارام كلها ارام يعني من مضيق البوسفور الى البحر الاحمر عم بحكيك لتوصل على مصر هم. هيدي كلها كانت ميزوبوتاميا ما بين النهرين على هذه الارض امتد الاسلام بعدين امتد على افريقيا ووصل على شمال افريقيا ومن شمال افريقيا رجع طلع على بلاد اوروبا فاذا ارضنا نحن هون ارض اراميه يعني السلالم التي ورثها آآ آآ كل من امتد على هذه الارض الاراميه هي سلالم اراميه حسينا مثلا قلت ترتيلتين وما فيهم اله آل موسيقيه ليه لانه الاله الموسيقيه الوحيده المعتمده بكل تراثات الشعوب القديمه هي الصوت مم. اله الصوت نحن بالاتنا بكنائسنا الشرقيه السوريانية في عندنا المراوح يلي حركه ايقاعيه وفي عنا الـ الـ النقوس يلي هو طابه طابه حديديه اذا بدك نصف طابه حديديه بنضرب عليه ليرن النقوس وبس. صنج ما كان في صنوج آه هذا توسع وصار صنج فاذا وبالتالي ما عندنا غير الات ايقاعيه، مثل كل القبائل القديمه، اليوم اذا على القبائل الافريقيه، قبائل الامازون ما عندهم الا الات ايقاعيه. كل موروث الشعوب القديمه هي الات ايقاعيه. الايقاع إيه. هو الاساس وانبنت عليه بلينة. والاله الوحيده هي الصوت الصوت آه. والاله الوحيده من هيك يعتبر الصوت اعظم اله موسيقيه؟ اهم اله، اغنى اله، اصعب اله واوسع اله. م -م. نحن مثل ما بلشنا هذا المحور بترتيلة الهولولو رح نسمع كمان ترتيلة تاني بصوتك سريانية اه اسمها طلبة مر فريم ايه ونرجع وبنرجع ما تبقى من الحديث عن جوهر هالموسيقى ومثل ما قلنا بالاول علي انه اه بتكون بداخلك يعني صارت جزء منك مش هي شيء موروث بناخذه من العالم ولكن بعد الاعلان <applause> يلي معودين نقول عنها إفرم... افرومويتو الافراميات. على اللحن الاول كولو كادمويو. موران اتراحا معلين موران قابل تشمشتان شودر لن من بث جازوخ حنونو رحمي وشوكونو هفلي مركد شوهر نوعي رئيس اكم قدميك <applause> وإنه تفضو <applause> مخنوليك ابونا كسرواني بنوصل للمحور الاخير بعد ما عملنا جوله على تاريخ الموسيقى السريانيه المارونيه اليوم شو عم يستعمل بالكنيسه خلينا نتوقف عند اباء الموسيقى المعاصرين وبنرجع بنفوت على تجربتك انت بإعادة احياء التراث السرياني الماروني بالكنيسه. الكنيسه السريانيه المارونيه بقيت على الالحان السريانيه حتى منتصف القرن العشرين ابتداء من منتصف القرن العشرين من بعد الحرب العالميه الثانيه ما بين الاولى وما بين الثانيه وما بين مرور الجيوش الفرنسيه على لبنان صار في تلاميذ لهذه المدرسة العسكرية الموسيقية نعم ونشأ على يد فرزان وبتشوف أنه ألحان وألحان عسكرية ليقوم آه نعم وغيره بلشت تظهر وعنا الخوري جريس الجزيني اللي كان بعده متأثر كتير 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 بالبسالمودي الطويلة م. من بعده إجا الأب يوسف بولس الأشعر <applause> بولس الأشقر عنده الأذن المخضرة ما بين غربي وشرقي <applause> آه كتب بعطي مثل اللحن اللي كل الناس بيعرفوه كما يشتاق <applause> الأيل كاتبه على المينار لكن مؤهل إنه ينقال على البيت آه كتب الألحان بشكل وحضرها إنه تنقال على الشرقي ولم يكن له الجرأة بالدخول إلى حالة وطبيعة المقام الشرقي <applause> هلا من بعده إجا اباء كثير مثلا الاب يوسف الخوري كمان طبعاً صحيح. مدرسته بزمنه والاب يوسف الاشقر و وكمان معالج اجت نهضه الكاسليك من سنه ال 1972 لل 90 انكتبت بكليه الموسيقى الالحان المارونيه السريانيه بسلالم غربيه يعني شالوا ارباع الصوت آه ما شلوها من الكتابه نعم. بس انا كنت اوقف حده بس انت تقولها لا اوقف حده هلا بلويس الحاج واسكت وأتسمى علي لاقيه عم بيقولها <applause> <applause> هو والكهنه كلهم عم بي بيرتلوا شرقي بس ما هو مش كتابة تنويت <كتب بقى. تصفيق> <applause> <applause> غربي وتنويه نعم. غربي حتى لما يحطوها قدام الفرقه الموسيقيه لحتى نعزفهم ونسجلهم بالاذاعات اللبنانيه لاني رافقت الحدث انا آه كان ينكتب الغربي بس يقصفوا الشباب بديهيا يلحقوا اللحن شوي جروا على الشرقي هون بترجعنا للكلام اللي قلته بالاول انه هذا بالجان تلقائيا <applause> بده لهون فيزيولوجيه الانسان باذنه بحنجرته بكيانه بادراكه ذهنه لونتوندومون الذهن الادراك هو ادراك بهالطبيعه بهالطريقه اليوم بنقول موسيقى شرقيه او موسيقى غربيه مش هي المقصود المقصود شو في بطبيعتك وشو في بطبيعتي هون خلينا نسمع هلا واحد من اول الحانك اللي من خلاله قعدت الروح السريانية الى الالحان الكنسيه اللي هو وحتى يا رب مش هذا هو اول واحد هذا اول واحد الفته نعم. وحتى يا رب اللي اقرب للالحان السريانية هو طوبى للمدعوين طوبى للمدعوين كمان بنسمعه بعد الى وليمه وحتى يا رب ومنتابع شأن الله العظيم طوال المدعوين إلى وليمة الحمل القطاف لا ينتهي. خطاف الحياه والحصاد لا ينتهي حصاد المحبه والغلال لا تنتهي

ناقيا نبعا سرمديا ما راكب محملة حنطة السلام الى موان الجياع المهجوره حنطه السلام دعني اتعب كالدواء هلوم تعالوا إلى عشاء الله تعالوا الى عشاق اللحن وحتى يا رب اللي هو ما في تنويط شرقي يعني ما في نعم. ارباع صوت يمكن انت هون كنت بعدك كمان بمرحله مخضرم حالك عملت انا عملته انت وصغير ننقل على طوبة للمدعوين اللي هو كان البدايه مم. هيدا كيف طلع معك وكيف حتى تجرأت القول مينويو اللحن الثامن نعم بالالحان السريه ما في اربع صوت الجزء الاول منه مينور الجزء الاسفل منه حجاز. وعلى هذا اللحن القولوت مينويو بدات وحطها وحدتها يا رب وبالتالي وحدتها يا رب هي لحن سرياني. سرياني وخاصه بالحركه المتجاوره ما في قفزه وحدتها يا رب م. ما في له قفزه كله نوتات حد بعضهم يعني كلها نوتات متجاوره م. وكل لفظه الا الها سلبل، نعم. الها تهجئه انا اعتمدت النهج السرياني على سلم سرياني اول ثلاث درجات منه الصاعده هي بيشبه المينار يعني النهوان ومن اسفل منه العقد الاسفل منه هو عقد حجاز يلي علي قلت انا القسم الاسفل من حتى وبنيت طلايا فاذا وان يكن ما فيها انصاف ما فيها اربع درجات سواق. فيها بالطبع هي شرقيه بقى بالمئة اما آه طوبى المدعوين آه طوبى المدعوين هي على القول وقدموي على اللحن الاول وممتد من اولها الى اخرها على الحركة على القواعد ذاتها يلي قلت لك إياها أنا و.. و.. وهي سنة الأربعة وسبعين عملت حتى وبعد منها آه شي سنة عملت آه توبة للمدعوين ولذلك لما سمعتني آآ 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 لما هلأ رتلت رتلت آخر بيت فيها هلموا تعالوا آه قعدته بطريقة خاصة هذا مش بس للتنغيم والتطريب احساس فرضته رهبه المكان مثلا او لا 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 آه كله كله تحليلي كله آه تحليلي في له سبب آه آه قلت في مقام ما يسمى مقام الشوري اليوم اللي هو, هو مقام الاشوري أشوري ما في شوري آه يلي هو على رابع درجه من درجات البيات تبني الحجاز والفاصل الطنيني بيكون لاحق وليس فاصلا بين العقدين مم هو فاصل طنيني ما بين العقد الثاني والعقد الاول الذي سياتي بالمقام يعني هيدي بدها دراسه لل الاكاديميه اكيد بيأ... زملائي واصدقائي الموسيقيين عرفوا نعم. شو بقصد طيب كيف هيدا اللحن السرياني اللي اجمالا نحن اخذناه سرياني كيف قدرنا ركبنا عليه كلام عربي وضل متوافق يعني اللغه هون شو بتلعب دور او بدك تصير تجيب كلمات باللغه العربيه حتى تتوافق مع النوتات السريانيه نعم. او اضطريت تطور او, أو تتحور او هون سؤالك اكيد انت عن النصوص السريانيه التي على لحنها نعم. نص عربي ورتلت باللغه العربيه صحيح هون في ازمه كبيره نعم انا مني مع او ضد ننتبه نعم يلي بيتفوق او بينجح بشكل وين في مد بالسورياني قدر يخلق المد بالعربي وين في جزم بالسرياني قدر يخلق الجزم بالعربي وقدر يترجم مع احترام الوزن الشعري ومع احترام تيجي التفعيلات العربيه اللي غير مقر بها باللحن الدارج، اللحن الدارج بنعد تهجئه ما في فرق بين, بين طويل وقصير بس بقول لك وين يكن ما في بين طويل وقصير، بس في طويل وقصير باللفظ وبالكلام بيني وبينك أنا عم بقول بيني وبينك شددت على النون طوّحت بالنون في, بي نك البي طويل والنك قصيره وبالتالي مهما وان يكن ما من عدة بس هي موجوده بس هودي لما بنلحنهم بنرتلهم بيفرضوا نفسهم بيفرضوا نفسهم ما ترجم الى العربي وكان متجانسا مع الطويل والقصير من التهجئات السوريانيه ناجح م. وبعضهم كان في شويه مشدات ما بين العربي وما بين السورياني علما بانه السرياني والعربي كلتاهما لغتان من جزر واحد من جزر واحد ساميتان مفترض يتقاربا بشكل من الاشكال نعم آه الموسيقى غايه او وسيله مستعمله لتمجيد الله نحن اليوم من خلال مضمون هالحلقه وخلاصتها انا لوين ممكن اوصل اذا نميت الروح الموسيقيه السريانية الشرقية لوين ممكن أوصل بإني مجد الله أكثر أو أتقرب من جوهر التعليم المسيحي الموسيقى قبل أن تكون أداة للتعبير الموسيقى هي نضح التعبير بنفسه يعني هي لغتي أنضح بها لأنها أنا مش لأنها فيا و... وهون بنرجع للهوية إيه؟ وهون للهوية وانا مش اني انسان متطرف اقول عن نفسي او عنك نفهم الموسيقى وغيري لا, لا. كل انسان حتى الذي يقول انا لست موسيقيا والذي يقول انا ما عندي اذن والذي يقول ما عندي صوت والذي يقول مش معتاد على الموسيقى وما بتهمني الموسيقى هذا الانسان كيانه موسيقي ما في يهرب من حاله لكن لو عالجهم واعتنى فيهم كان عبرهم يا خيي بارك تقول للانسان كلمه مش هي تعبيرك صح انا الموسيقى هي التعبير الاول للانسان لان الكلمه هي جزء من الموسيقى والكلمه هي مدى صوت والكلمه هي ايقاع الفاظ وبالتالي كيف نحددها ما هذا يعني عم حددها بالكلمات وبالتعبير التي تحدد بها الموسيقى فاذا انا كيف ما احكي لله كيف عم مجد أنا, انا عم بنضح بما في وعم بعبر له عم بعبر له هلا كانت موسيقتي منيحه كانت موسيقتي مش منيحه كان لاهوتي ضعيف او لاهوتي قوي عم بعبر له وكل انسان بيعبر على قدر ما هو نحن قبل ما نختم حديثنا معك بدنا بعد نسمع ترتيلي من تاليفك اسمها صلاه المساء شو ظروفها هيدي في لها رساله من وراها هيدي اللي بترجم وحدة الله والإنسان نص صوفي حضرتك كاتبه نعم نعم نص صوفي هو حالي أنا مرقت فيها لما صرت شوف حالي أنا بي... مثل ما الصوفيين بيشوفوا حالهم بنوع من رؤية, تو... رؤية توازي بينهم وبين الله وأنت ترفع نورك عن أرضنا بساعات المساء أرفع صلاتي يعني أنا عم بعمل الحركة اللي عم بيعملها الله وانت قلت لي بالحديث السابق كيف الانسان عم بيعبر عن صلته بالله او تمجيده لله وانت ترفع نورك عن ارضنا ارفع صلاتي ويغتمر نفسي الصفاء وادن خاشعا رافعا ذبيحه المساء شو في اعطي انا هيدي كلها والذبيحه مقلتايه بتطلع فيه بس كلها سريانية يعني سريانية التأليف أو النمط التأليفي كمان نسمع ونرجع نختم معكم <applause> 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 صلاة المساء كلمات وألحان الأب إليك سرواني <applause> وأنت ترفعون

full بنا الي بتقربنا من الله بركه ولازم نحافظ على هالتراث السرياني اللي ورثناه من جدودنا مش لانه سرياني يعني شو بتحب تختم هالحلقه يلي بفكر يترك تراثه عم ببدل هويته عم بيقول انا بطلت انا انا صرت انسان اخر وهذا صار اختيار ويلي بده يضل محافظ على امتداده وعلى طبيعته لون بشرتي انا السمره المات يلي ما بتلمع وما بتضوي مم. لو رحت على اطراف الارض كلها سوا ولو خلقت من هالبي زيته والام زيته باقاصي اوروبا رح تضل بشرتي تقول هيدا انا وهيك الم... الموسيقى وهي الموسيقى الموسيقى ما في اهرب منها ما في غيرها هيك بالتسلي في اتعمق بدراستها واختار من بعد التعمق اما موسيقى ذات طابع اوروبي اما موسيقى ذات طابع شرقي اما موسيقى ذات طابع اليوم يمكن ابني وابنك وابن كل هالناس يخلق من قبل 12 سنه عازلوا الكمبيوتر عني وعنك وعم بيسمع بس موسيقى يابانيه من عبكرة العشيه وبالاخر يطلع انه ما بيسمع الا الياباني وما بيعرف الا ياباني نعم. لا وعيه لا يزال ابن هذه الارض أه. حتى لو شو ما لو شو ما صار مزم. لانه مثل ما قلت بتكون بالجين او شغله فيزيولوجيه مش بس تاثر هي مثل الـ البصمه الموسيقى هي هي الاد هي البصمه هي بؤبؤ العين بؤبؤ العين دكتور كسرواني بروفيسور كسرواني بدي اشكرك للمره الثالثه او الرابعه قالت للسماء انزلي يا سماء الى الارض نزلت ولم تستجب الا لانها أدركت بنزولها هي السماء السماء أن الأرض ستتسامى وكانت كنيسة لبنان ومثل كنيسة لبنان باقي ويمكن لأنه لبنان بقيت في كنيسته كل طوايفه وطن متنوع بتلاقي حضارات وأديان وثقافات اللي ما قدر يشوف الحلقة بيقدر يتابعها على ويب سايت الاو تي في ويشوفها كمان على وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم عن تمر عناوينها بأسفل الشاشة، ولا بقول لكم